نروح نشوف الحقيقة ورطة نتنياهو من اليمين للشمال. انتقادات تتوالى في اليوم 25 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أولها من الداخل الإسرائيلي نفسه، وشفنا المظاهرات اللي راحت عن يعني أنا عارف إن إسرائيل مش دولة ديمقراطية بالمناسبة، يعني دي كذوبة، لكن نسبة الديمقراطية اللي في إسرائيل ما شفناهاش إحنا العرب إلا في سنة واحدة بس، سنة ثورة يناير، سنة الرئيس مرسي. لانه في الوقت اللي كان فيه اي حرب تقوم، ده احنا يا راجل حرب اوكرانيا السيسي مجوعنا عشانها، حرب اوكرانيا اللي احنا على راي الشيخ المراغي رحمه الله عليه لا ناقه لنا فيها ولا جمل، يعني احنا مالنا ومال الجحش اللي وقع العوم ده، مالناش دعوه بالحرب اوكرانيا. يقول لك حرب اوكرانيا دول الحرب عندهم، احنا لما كان عندنا حرب 67 والاستنزاف و73 ورا بعض كده، كان في شعار كده مرفوع لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، اللي هو باختصار اخرس يا ابن الجزم ما تفتحش بقك. ماشي، طب يا جماعه انا عايز انقل، انا عندي درجه وظيفيه، اسكت، احنا في وقت حرب. عشنا بقى الوقت ده من 67 لحد 73. اوكي، اسرائيل عندها حرب جواها دلوقتي، يعني جوه الكيان ده، بلاش اسرائيلي، جوه الكيان، جوه الارض دي. ومع ذلك الإسرائيليين طالعين مظاهرات قدام بيت نتنياهو. اتفرج بقى على الإعلام العبري بيقول إيه عليه؟ القناة 11 الإسرائيلية بتقول إيه؟ ده في القناة 11 الإسرائيلية. الناس بتقول له يعني الراجل، طب خد بقى الأستاذ ياسر الزعاتر بيتكلم عن الملابس السوداء اللي نتنياهو وقادة الاحتلال لابسينها، بيقول إيه كده؟ بيقول الأستاذ ياسر الزعاتر توصيف مثير للصورة أدناه بقلم كاتب إسرائيلي. الصورة من المؤتمر الصحفي أمس مساء أمس لنتنياهو وجالانت وجانتس، كتب إنشيل بابر فيها أرتس، يقول يصعب التفكير بمشهد يقطر قلة الثقة بالقيادة السياسية أكثر من المشهد المثير للشفقة للثلاثي مختفي الأثر الشاحب الذي مثله أعضاء الكابينت المصغر في ختام السبت الرابع للحرب التي ليس لها اسم. ثلاثة أشخاص يظهر عليهم التعب ويرتدون القمصان السوداء والشعر الرمادي ووجوه متكدرة متشابهة تماما. لم يكن هناك شعار سيء من جعبة أكاذيب حروب إسرائيل إلا وأدخلوه إلى المقدمة الجوفاء لهم والتي كرروها واحدا تلو الآخر. البنياميين سمعهم، يعني بنيامين الثلاثة، يعني نجح في اقتباس نفس الجمل البالية من خطابات وينستون تشرشل. الثلاثة فشلوا في الاختبار إذ وجدوا في إسرائيل تشرشل يقود الشعب من الأعماق إلى القمة المشرقة، فإنه لم يظهر على المسرح في مقر وزارة الدفاع. تخيل كاتب إسرائيلي بيتريق على أهم ثلاثة في إسرائيل دلوقتي، وإحنا عندنا لا صوت يعلو على صوت المعركة في أوكرانيا. الفشل واليأس والإحباط كمان كان نقصه فيديو للجيش الإسرائيلي اللي مش موجود، والفشل السياسي والعسكري نتنياهو واللي رافض يعمل صفقة يوقف إطلاق النار مقابل الأسرة على حساب حياتهم. اسمع الثلاث أسيرات دول. ביבי נתניהו שלום, אנחנו נמצאים בשבי החמאס 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים, אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשע הזאת שעשית בשביל לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו, אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים, לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תערוב, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו. دول ثلاث أسيرات يهود عند الحماس أو عند الفلسطينيين. وبلاش يا جماعة نقول حماس، خلينا دايما نفتكر نقول فلسطين عند الفلسطينيين، ما تقولوش حماس، انتوا بتقزموا القضية قوي.
لما تقول حماس يبقى القضية ما بين إسرائيل وحماس، وما في فلسطيني في الداخل أو الخارج إلا ودي قضيته، ومفروض كل عربي كده، فما تقولوش حماس. دول ثلاثة أسيرات عند الفلسطينيين والدنيا قايمة عليهم. قام طلع نتنياهو رد على الفيديو قال دعاية نفسية قاسية من حماس. شوف هو اللي بيقول حماس، هو قاصد، وانت تقول وراه حماس وخالد الصهيوني اللي اسمه خالد منتصر يطلع يقول حماس. هي دايما حتى لو غلطت زمان عملت كده صلحها عند الفلسطينيين. طلع يقول لك دي دعاية قاسية. شفت الأسيرة قالت ايه؟ انت فاشل، طلع لهم الأسرة بتوعهم. والأسرة اللي مطلوبين اللي طلبهم الفلسطينيين طوائف، يعني أطياف، مش طالبين أسرة بقى إيه أن نطلع المتدينين بس ونطلع، لا، الأسرة المطلوب أنهم يخرجوا دول أسرة من كل أطياف المقاومة الفلسطينية. حقيقة ورطة نتنياهو برضو كبيرة وبيخسر كل يوم بعد يوم، وردود الأفعال الدولية بقت رايحة ناحية التضامن مع غزة، رايحة ناحية انتقاد جرائم الاحتلال في القطاع اللي مستمر. الأمر وصل إلى أنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتمنع من دخول غزة من معبر رفح بسبب الغارات. شوف الفيديو ده كده. The border of the Rafah crossing, and now just on the outside of the compound, and we could see Gaza. At least we could see cranes that were on the territory of Gaza. We couldn't go any closer. I very much hope to be able to enter Gaza and also go into Israel on this particular mission. The suffering of children and women and men, old and young, is profound, and it is ongoing. As the Secretary General of the United Nations has said, as the head of OCHA has said, Martin Griffiths, as the head of the World Health Organization has said, there's a dire humanitarian situation developing, that there should not be any impediment to humanitarian relief supplies going to children, to women and men, civilians. They are innocent. They have rights under international humanitarian law. These rights are part of customary international law. These rights are part of the Geneva Conventions, and they give rise to even criminal responsibility when these rights are curtailed. ده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اللي بيتحكم زعماء دول.